صباح الخير أصدقاء ناقة أنثى. اليوم تفاجأت بالحمام الحلوة اللي ما عم تخلي زريعاتي يكبروا. جيت لعندي وحطيت بيضة من بيضات الحلوة، ما بعرف كيف راح أتصرف فيه. هيدي البيضة وشو هالحمام الحلوة، ما بدي إزعجها، خليها هون. أول كون بسوي فيها والبيضة، شو رح سوي بالبيضة؟ ليش هلا مو موعد التزوج؟ ما عم يخلوا الزريعات عندي يطلعوا، هي قاعدة بس بتنكش لي اياهم. طيب أصدقائي، أنا حابة أعرف شو تعليقكم على الموضوع، شو بسوي بالبيضة، شو بسوي لهم عش؟ شكرا لكم، باي.